بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البري سنتر. البري سنتر ده بيبدأ يظبط الألوان بتاعت العناصر الموجودة عندي في الشغل. أنا أولا هبدأ أفتح أي ملف، أقول له أبنت، تمام، وأفتح مثلا ملف الأرتكشر وأقول له أوبن. ده ملف دي اللي بتزيد الريفت بيفتحها في ال NWC. ده ملف نفس وركس مساحة صغيرة، بلاقي 3D ستوديو، بلاقي في زي ما انت شايف في حاجات مايكرو ستيشن، في حاجات دبليو اف اوتوكاد، في دي دبليو جي، في اف بي اكس، في اي اف سي، ريفت، ريكاب، في سكتش اب. بتلاقي اغلب الامتدادات اللي هي في المجال الهندسي. بقول له اوبن، بيبدأ يفتح لي الارتكشر. هو على فكرة خفيف جدا، يعني بتلاقي مشروع تقيل على ريفت في نفس وركس بيبقى خفيف، لان هو ما بيقص كل الداتا، هو بيحتاج معلومات معينة، لان هو في حاجات كتير هو مش ما بياخدهاش او ما بيحتاجهاش. بتلاقي الملف خفيف اثناء الشغل معاك. ولذلك انت ممكن تحمل ملف استراكشر وملف اركتكشر وملف كهرباء ميكانيكال وتشتغل بيه عادي، بس هو يمكن الجهاز بتاعي قديم شويه كورد ديو، فاستحملونا بقى شويه. تمام، من قائمه هوم باجي هنا بلاقي اوتو ديسك ريندرنج وبلاقي بري سنتر، ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنا ببدا اظبط الماتيريال، يعني ممكن مثلا الشجره دي مثلا هبدا اديها ماتيريال معينه، ابدا اشوف ايه الحاجات اللي عندي. اختار بس حاجه تكون واخده لون عشان تبقى ظاهره معاك، وليكن مثلا ريد. لو انا مثلا عايز اديها هنا ببدا اظبط الماتيريال سكيل او قرار، ممكن ادوس هنا كليك يمين واقول له ايبل تو سيلكتد ايتمز، يعني اقبل اللون دوت والماتيريال دي والعنصر دي للعنصر اللي معمول عليه سيلكت. بخرج بره بلاقي خلاص الشجره اللي انا عاملها سيلكت خدت لون مختلف. ممكن برضو اخد مثلا اي حيطه، ممكن تدوس كليك يمين وتقول له مثلا انا مش عايز ده بس، ده انا عايز المجموعه كلها، تمام، زي ما انت عايز، وتبدا تديها مثلا لون معين. تمام، بتدخل هنا في البري سنتر وتروح نختار حاجة معينة مثلا زي جرين، تيجي هنا وتقول له ايه ابلاي تو سيلكت. ولو انت عايز تعمل رندر بتدوس هنا رندر، بيبدأ يعمل لك رندر ويبدأ يظبط لك الالوان. تمام، دي الماتيريال كلها موجودة في مكتبة حلوة الماتيريال. تيجي معاه اللايتنج، دي اللايتنج اللي موجودة عندي في المشروع، ممكن اطفي مثلا لمبتين منهم او ممكن اعيد ديت واطفي ديت. ممكن ادوس على اي لمبه فيهم واقول له اديت وابدا اظبط الخصائص بتاعت الاناره. اي حاجه خاصه بالاناره ممكن نظبطها من هنا. الار بي سي اللي هي الاشكال ديت اللي عامله زي الشجره دي، اشكال بتبقى باينه اثناء الشغل انها خفيفه، بس لما بعمل رندر بتبان بصوره حقيقيه، يعني بتبقى اثناء الشغل بتبقى خفيفه في الحركه، بتقدر ما تاخدش من الرامات، بس في الرندر بيبقى شكلها كويس، بتبقى اشخاص، عربيات، شجر. افكتس ممكن ابدا احط افكت هنا مثلا، وليكن نجرب مثلا انفايرمنت او هنا باك كولر باك جراوند. ممكن اقول مثلا انا عايز البحيره دي تبقى دي الخلفيه بتاعتي. تمام، واجي هنا في البريسنتر البحيرة، ادوس عليها مرتين اقول له ايه اوكي. تمام، ادي بقت موجودة، وابدأ اظبط الشكل بتاعي بحيث ان البحيرة تبقى ايه مناسبة ليا، يعني هي كده مثلا شكلها غريب شوية، انما مثلا لما ابدأ اعمل اظبط المكان بتاع المشروع بتاعي لحد ما تبقى حاجة منطقية. تمام، طبعا المفروض مش بحمل لوحة صورة خلاص، ده المفروض بحمل صورة تكون مناسبة للمشروع او المكان اللي المشروع هيتعمل فيه. ماشي، ممكن بقى تحط اي حاجة معينة، ممكن مثلا سكاي مثلا. تمام،
هتعمل زوم مثلا معين بحيث ان الناس ما تحسش بان الجزء ده متاكل، لا تحس ان شكله كله كامل. الريندرنج تقدر تظبط موضوع الريندرنج، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي هتناسبك في الريندرنج، واي وقت تظبط حاجه تقدر تعمل ريندر تحت تجرب الحاجات ديت. يعني مثلا سكتش، تمام، تبدا تشوف السكتشات الموجوده عندك، بتلاقي حاجات كتيره ممكن اعمل هنا. ممكن تشوف مثلا ان المنظر كله بلاك انك برنت، تمام. ان شاء الله الحاجات دي كلها برضه هنناقشها بالتفصيل في الدروس القادمة ان شاء الله، تمام. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط، وان شاء الله مكملين مع بعض. اخوكم عمر سليم من الدوحة قطر، مهوس البيم.